كده اكون خلصت اخبارنا داخل النادي الاهلي. هنروح للاخبار المحليه وابرزها هو افتتاح بطوله البريمير ليج للكاراتيه والتي تقام على ارض مصر واللي افتتحها معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي في حضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. طبعا حدث كبير مهم بمشاركه عدد كبير من اللاعبين هقول لحضراتكم في الخبر، وده برضو استكمالا للحقيقه العظمه اللي بتقدمها مصر في استضافه البطولات الدوليه اللي بيشيد بها القاصي والداني ان هي بتقام يعني على اعلى مستوى يضاهي كل العالم او كل دول العالم المتقدمه في الرياضه، وده بيشجع الاتحادات الدوليه وكان اخرهم اتحاد الكاراتيه اللي هو بيساعد مصر او بيرشح مصر استضافه بطوله العالم للكاراتيه في 2025، وده الحقيقه حاجه جيده جدا. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه افتتح يوم الجمعه الماضي بطوله الدوري العالمي للكاراتيه واللي بتتلعب على استاد القاهره الدولي في الفتره من 27 حتى 29 يناير اللي احنا فيه. البطوله مشارك فيها كام يا جماعه؟ 431 لاعب ولاعبه من 61 دوله. سامعين يا جماعه حجم الدول المشاركه وحجم اللاعبين، ده بيدل ان كل الفرق جايه حابه البطوله تتعمل في مصر وحابين يشاركوا في بطوله بتنظمها الدوله المصريه. وخلال الافتتاح كان وعد الاسباني انطونيو سينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه المسؤولين او مسؤول الاتحاد المصري ان مصر هتنظم باذن الله بطوله العالم للكبار زي ما قلت لحضراتكم 2025، وده الانفراد الحقيقه اللي احنا انفردنا بيه ان ده وعد انه في وعد يعني ليه ان شاء الله استضافه مصر لهذه البطوله، والحقيقه بتبقى طبعا اعداد كبيره للمشاركه فيها اكتر من كده كمان. وكمان زي ما حضراتكم عرفتوا ان مصر حصلت على شرف تنظيم بطوله الدوري العالمي نسختين جايين وهيكونوا في 2024 و2025. طبعا كل ده بيبقى استعداد لبطوله العالم. الحقيقه احنا كنا عملنا تقرير جاهز يا جماعه. طيب خلينا نروح للتقرير ده عملناه في طيب خلينا ننتظر التقرير، التقرير يمكن مش جاهز، ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم انه الاحداث دي بتتوالى. انتوا شفتوا يعني بطولات كتيره جدا اتنظمت في العاب كتيره جدا على الارض المصريه، كان بدايتها بطوله كره اليد او بطوله العالم اللي اتنظمت 2021 من سنتين بالظبط يناير 2021. دي كانت قص الشريط بعد كورونا او اثناء جائحه كورونا، واللي بعديها توالت الاحداث الرياضيه على ارض مصر واللي شجعت كتير جدا من الاتحادات الدوليه انها تسند لمصر تنظيم دول بطولات كبرى. بس عايز اشيد ببعض الاتحادات اللي بتشارك في هذه البطولات وبتادي اداء مش تنظيمي بس جيد، اداء فني كمان. يعني لعبه زي السلاح، لعبه الحقيقه زي الجمباز، لعبه زي الكاراتيه. يعني كل دول يعني ادوا اداء جيد كتنظيم وكمان اداء فني.